صعبه تبي تترك مدينتك وتبي تمشي مره واحده زي ما يقول مثلا ورا الباب للسلاب. لا احمد مشعان حويل التومي الشمري، العمر 75 سنه، مواليد تبوك. طبعا تبوك ودرست بتبوك مدرسه سعوديه انذاك، هي الوحيده كانت بتبوك. ايامنا كان اللي عنده سادس يدخل الكليات العسكريه كلها، وفعلا تعليم صحيح ومدراء مدارس بالسادس ومناصب حكومية، وكان الشهادة تعلن بالرادو النجاح. ناصر اسلمه مبارك سعد السبيعي محمد أحمد المالكي، وكان لي خال هنا موجود مينا سعود شغال، وجلبني من هناك إلى هنا على أساس توظف بعد شركات البترول، أما تكساكو أو اليابانية، فقسم الله وتوظفت باليابانية أوائل 63، وكان الشركة اليابانية يدوب نقلت من الخور بحدود الكويت إلى الخبجي هنا الأول ما نزلت هناك، وكان خيام، وبعدين بدأوا يبنون كنوب للموظفين. اليابانيين كانوا جايبين معهم برتبالات، فعيشة كانت صعبة جدا جدا يعني. فكر أم الراتب لك؟ أي أول راتب كان 750، فهذا يعني أنا ذاك حاجة خيال. اليابان كانوا يتعلمون عندنا، يجون طلاب جامعيين يتعلمون عندنا كورسات ويرجعون لليابان على طول. وبين العالم كله. هو الغزو صراحة أنا لحد الآن عندي صدمة فيه، لحد الآن لأنه كنت نايم مداوم شفت آخر الليل، ونمت الساعة 9 وأنا يتصلون بي اقعد العراق غزا الكويت. يعني من النوم ما شوكينج، يعني شو أقول لك شوكينج بالضبط. لحد الآن أي خبر فيه قاتل ومقتول عندي ردة فعل، لأن هجمة صعبة وعواين بهالصحراء، كل نهارب على رأسه، واللي غرز واللي يصيح افزعوا يعني شغلات. كان من الصدف انه رفضوا محطات البنزين يعبون للكويتيين بالعمله الكويتيه، فاللي يقدر اعطاهم. وحتى بعدين جاء امر من الحكومه انه اقبلوا، وحنا نقبل منكم فيما بعد. الحكومه السعوديه والشعب السعودي الاصيل الذين وقفوا معنا وقفة، التاريخ سيحفظ لهم هذه الوقفة الشريفة. ما يعني كنا نفلع للكويت كثير ونضيفهم كل واحد، أبدا تلقى عنده 5-6، واللي نساعدهم تغريز السيارات، يعني شباب تطوعوا بس لطلع السيارات الكويتية، لأنه سيارات صغيرة على هالسحرة. أنا أول شيء موظف أنا ذاك، وصعبة تبي تترك مدينتك وتبي تمشي مرة واحدة زي ما يقول مثلا ورا الباب للسلاب. لا يعني حنا
مرتبطين بالخبجي، كوننا الخبجي، عشنا بالخبجي يعني من شبابنا إلى اليوم. أنا سمعت أخبار من تكارلو الساعة 11 بالليل، واتصلت على مجموعتي، احنا كنا على اساس نتصل مع بعضنا ونمشي نعرف كيف وضعنا وكيف زي ما تقول تعاون. فقلت لهم يا جماعه اتوكلوا على الله، ما ظل بها صبر. فالساعه 11 مشينا احنا الفجر برضو، بينما الواحد يخم اغراض ويخم كذا، مشينا الساعة 9 او الساعة الفجر دخل الجيش العراقي نفس الليلة. صحفي امريكي هو اللي صورني وصور معي انترفيو، ولا طلب كذا اسمي، قلت له ما اعطيك اسمي كامل، وش تبي باسمي انا؟ انا قبت عن البيت حوالي والله اظن حوالي شهرين، وعندما رجعنا ولقينا كل شيء مقلوب، كل شيء اسود من حرائق بترول الكويت. فاستاذينا كثير. والله الخبجي عبارة كان سعرة قبل ما تأخذ الامتياز الشركة اليابانية، وبعد ما أخذت الامتياز وصار البترول فيها بدأ نشتغل معاهم، سكننا كان بخيام، وبعد فترة سووا كنوب للشركة، وكان الوضع يعني صعب جدا من حيث المعيشة، من حيث المواصلات تغيرت 180 درجة، صار فيه كهرباء متوفر، صار فيه بيوت عمران جديد، شوارع وخدمات، فتغيرت كثير. يعني ممكن نسولف للجيل الحالي انه كنا نقاسي بلقمة الخبز ما نلقاها. فالحمد لله اليوم سوبر ماركت وكذا، يعني كنا من خيام إلى صنادق إلى خاصة العوائل اللي بعد ما تأهلنا كان الكهرب عبارة يشغل بس المروح، وناسي برمضان نحط شراشف على المراوح وثواني وينشف. يعني حياتنا كانت صعبة صعبة. البحر فعلا، يعني أنا زرت أماكن شرق آسيا أوروبا، ما وجدت مثل ساحل الخبجي لأنه نظيف وزي ما تقول يعني بدايته ومحافظ عليه ما بأي تلوث أبدا أبدا.